طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد أنا عندي مسألتين يعني أحتاج توضيح أكثر من إنه محتاج يعني نقاش وكذا. المسألة الأولى مسألة الخروج عن الحاكم. كلنا عارفين إن الحكومة دي جات عن طريق يعني ثورة وكلام زي ده، وأنا ما بختلف معاكم في إنه مسألة الخروج عن الحاكم حرام ولا حلال وكذا، هي أكيد حرام بأدلة وبراهين يعني. فالحاجة اللي عاوز أقولها إنه البشير لما جاء واستلم البلد دي جاء عن طريق انقلاب، صحيح؟ وجاء عن طريق يعني ثورة برضو. فهل السبب الخلى الناس ما تخرج عليه هو انه استتب له الامن والامر يعني بقى له عشان كده الناس ما خرجت عليه؟ والمسألة الثانية مسألة الاسلوب. يعني انا والله يعني من الناس اشد الناس المتابعين للشيوخ ده، وانا يمكن ما لقيتهم كثير لكن بتابعهم عبر عن طريق السوشيال ميديا يعني والكلام ده. فوصل والله العظيم انه مقاطعهم دي شفتها في الهند، شباب قاعدين في داخليه زي دي والله العظيم بيتفرجوا فيها في الهند. ف يعني ما شاء الله تبارك الله ما خلوا حاجه، يعني كان صوفيه كان علمانيه كان اي حاجه ما شاء الله تبارك الله خاضوا فيها. فلكن الاسلوب بس ما عاوز اقول لكم ركيك ولا كده، لكن لو جاك واحد مثلا اسي حاليا خشى وقال كفر وسب وصل للسب لله والعياذ بالله، يعني يمكن هو يا جاهل يا ما فاهم، حتى لو قاصد يعني انت بتبين له اول حاجه بالحكمه يعني والموعظه الحسنه، او يعني زي ما جاوا لي فرعون قال اول شيء قال له قول لا له قولا لينا في البدايه، لما لقوا فرعون يعني مصر على كفره وكذا اني لا اظنك يا فرعون مثبورا. فدي المسالتين وارجو التوضيح، جزاكم الله خير. طيب، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، موضوع الخروج على الحاكم المسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال من خرج على أميره قيد شبر فمات فميتة جاهلية، رواه البخاري. وفي صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث حذيفة رضي الله عنه، حديث طويل، قال في آخر الحديث اسمع وأطع للأمير يعني الحاكم، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ودين الصين صريحين واضحين جدا في حرمة الخروج على الحاكم المسلم ولو كان ظالم، لأنه قال اسمع وأطع للأمير وإن جلد ظهرك، ده ظلم، وأخذ مالك بظلم برضو قال فاسمع وأطع. طبعا عبد الحي يوسف مع ودده ذاك قالوا لا لا، قالوا المقصود إذا أخذ مالك بحق وجلدك بحق هنا تسمع وطيع. هو كيف يكون مالك إتا ما مال الحاكم، مالك إتا إتا ويشيله يكون حق كيف؟ أنت فهمت الحتة يا جماعة؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال وأخذ شنو؟ مالك، وفي رواية أخذ مالك، والثابت في مسلم أخذ، المهم أخذ مالك، مالك أنت أنت. زول شال قروشك إتا، ده ظلم ولا عدل؟ طيب زول شال قروشه، ده ما ظلم صح؟ ده ما حق رجع لأصحابه، لكن مالك إنت، مالك يعني حقك وشالوا منك وما حقه، حقك إنت، ده ظلم. يبقى كلام عبد الحي والدولاب اللي فيه كورة فوق ده كذابين ساكت، ما ده الكذابين ما عندهم أي علاقة بالعلم. والأخوان المسلمين دائما جماعة عبد الحي والدد وغيرهم ديل دائما بتعين خلعة بتعين وهمة وهمة كده، عرفتها والعريفي برضه بتعين وهمة، يقول لك ده رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ده الاخوان مسلمين ما في اتحاد عالمي، محل وينه؟ والعيان كمون انتم، ده شغل بتاع اخوان مسلمين يا جماعه، خلع ساكت خلع. هي ادعو علماء السودان دكتور سعد احمد سعد، ما جيت زرتهم لقيتهم بيشربوا جبنه ويتونسوا، وحين ذاك عرس قال اربعه وده ثلاثه وده عرس بس صغيره، والله ما في اي حاجه يا اخي،
عرفتها؟ كلها خلع بتاعت اخوها مسلمين ساكن، والكيسهم فاضي كلهم ما عندهم حاجه. فما تسمع على الخلع دي يلولوا احاديث النبي عليه الصلاه والسلام. وشوف الاخوان المسلمين دول من كذبهم، لما مبارك حسني مبارك خرجوا عليه القرضه وجاب احاديث، الاحاديث اللي بتنهى عن الخروج على الحاكم المسلم اللي قال الرسول عليه الصلاه والسلام، والتي تامر بالصبر، عرفتها؟ وانك تصلح ما بينك وبين الله، ربنا بيصلح حالك وحال الحاكم، ودي ده الحل ما في غيره. والا الان الناس طلعوا صح واعتصموا وعملوا، قالوا الابري الاحمر والابري الابيض يوم القياده العامه. اها وين الفائده؟ وين الفائده؟ رح اركب مواصلات اركبكم في ما تضيعوا زمنكم ساكت. النبي عليه الصلاه والسلام قال اسمع واطع. ناس عبد الحي قالوا لا لا كلام الرسول ده، ناس القرضاوي قالوا كلام الرسول ده كله ضعيف. لما داري يخرجوا على منو؟ على حسني مبارك. والله شفتوا بيع عيني دي في التلفزيون. لا الاول لما خرجوا على مبارك قالوا الاحاديث اللي بتنهى عن الخروج على الحاكم المسلم قالوا دي ضعيفه. القرضاوي جيش قال له شيت، قال هذا الحديث ضعيف وكذاب. اول ما مسك محمد مرسي الاخواني وخرجوا على الناس، جاء القرضاوي قال اسمع واطع للامير وان جلد ظهرك. ده دين، ده لعب الاخوان المسلمين يا جماعه. عشان كده اي بلد مسكوها الاخوان المسلمين ديل والله يضيعوها ويضيعوا دينه ويشوهوا سمعه الدين، لانه الاخوان المسلمين تجار الدين وما عندهم اي علاقه بالمنهج الصحيح الجبه والرسول عليه الصلاه والسلام. ما بنقول كفار لكن على ضلال وضالين ومضلين، هم اللي ادوا الفرصه للعلمانيين الليله يسبوا في الاسلام ويطعنوا في الدين، هم الاخوان المسلمين زي الكيزان وزي الليله طالعين مظاهره ولا بتين يا ابو بكر؟ امبارح طالعين شعبيين اولاد الترابي ومعاهم ابو عبد الدقن داك بتاع الحاج يوسف تكفيري مدسر احمد اسماعيل اسلاميه 100%. تعالى رجعنا، وده ما اسلاميه، ده لانه السروريه ديل قفلوا لهم شنو؟ قفلوا لهم البلف بتاع منظمه الزنورين الحمد لله، ومنظمه المشكات الحمد لله قفلوها كلها. تاني رجعوا بدل ما يقولوا قفلوا منظماتنا وقروشنا وقفت اسلاميه. والله الاخوان المسلمين ديل من اولى الناس الدايرين كشف لحالهم والرد عليهم وكشف لباطلهم وضلالهم، لانه ديل بيشوهوا الاسلام وبدوا الفرصه للعلمانيين. بالمناسبه نحن لو خلونا بقى شفت كده بس مسلمين عرفت منهجهم صح وعقيدتهم صحيحه وعندهم توحيد وبيغادي، مش انتوا يا طلبه يعني مثلا باليمين بجاي وبيغادي شيوعيين وعلمانيين وكفار عديل، بنوريهم على الحاصل حجه بفضل الله سبحانه وتعالى. وان الحاكم رفع رايه الجهاد بنوريهم الحاصل برضه، عرفتها؟ لكن المشكله اللي بيكونوا في النص ديل، شفت المنافقين اللي بيكونوا في النص لعبت الوسط ديل اخوان المسلمين، كان كيزان كان سروريه جانا عبد الحي ولا جانا حمجكو ولا غيرهم، في النص ديل المشكله. الخلاصه الخروج على الحاكم المسلم حتى لو ظلم اخذ مالك وجلد ظهرك، الرسول قال حرام. وشوف سبحان الله ده كلامنا ما تغير، قلنا زمن الكيزان قلنا حرام، هسه زمن ديل جو قلنا الخروج على الحاكم المسلم حتى لو ظلم شنو؟ حرام. مواقفنا ما بتتبدل، ليه؟ لانه مستمده من الكتاب والسنه. ما زي الاخوان المسلمين عبد الحي كان في الامارات الدوش اللوت طردوه جزاهم الله خير، والله جاء هنا ركب المنبر قام بقى بينبس بحكومة البشير الوقت ده. البشير جاء صلى معاه ما شفته مسجلة، وعمل تعقيب، البشير كان رئيس عمل تعقيب بعد الجمعة في مصليات عبد الحي. قال طبعا عبد الحي لما جاء مطرود من الإمارات وقال بيتكلم فينا وبينبسنا، لكن قال جبناه والآن لأنه عندنا الطريقة اللي بنجيب بها الناس. ومن ديك وعيك طوال البشير ماشي دنقلة على عبد الحي قاعد في الطياره وفي الهليكوبتر مع البشير دنقله مطافشين الفاجر، عبد الحي قاعد بقى زي القراد ملصق في البشير اي حته ماشي. لما انحس البشير خلاص دار يطفش، وكلموا الجماعه القراب ولا فاهمين الحاصل، قال زول ده عمك ده خلاص متخارج، ركب المنبر ثاني هنا في حته دوحه جبره وهذا نفاق وعليكم ان تخرجوا على الطواغيت وبتاع.
الجماعة خرجوا لكن البشير لسه ما سقط. عبد الحي قال هلا وما سقط. طلع جماعة قام خش اللوضة. قام واحد قال له قم يا عبد الحي قدنا من هذا الجامع. خش اللوضة. ما شفتوا يا ناس ولا أنا بتكلم برا. خش اللوضة. اللوضة جوا. ودوا من اللوضة دي ودوا حتة جماعة دي ما بعرف كيزان. جاب الليل قاعد في كرسي العروسة كرسي أحمر فضل يعمل لجرتي. قاعد قال والله يا أخي طبعا يعني هؤلاء شرزمة قليلون والمسجد ما مكان للهتافات وأنا ما قلت لهم كذا وتغبر الله. عرفتها؟ ده شغل الأخوان المسلمين تعرفوا. نحن بنقول الخروج على الحاكم المسلم الظالم إلا أن يكفر كفرا بواحا زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام حرام. نتحدى أي زول يناغشنا في الحتة دي كان يجيب لك هالسعدي هالسعدي 200 دليل 200 دليل. عرفت كلامي؟ إنه ده ما بجوز وده ما لو نحن واقفين مع حكومة كان يتغير الفتوى بتاعتنا دي كان شنو؟ كان تغيرت. إلا أن تروا كفرا بواحا واحد عندكم فيه من الله برهان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وده نمرة 2 أو 3. فده المنهج كذا يا جماعة الصحيح في مسألة خروج على الحاكم. قلت الحكومة الآن الموجودة احنا ما بنقول كفار. لو كفار بنقول لك لكن ما بنقول شنو يا جماعة كفار لأنه شيخ شهاب وراك إنه بعد ما الإنسان لو قال كفر ذات إلا تتوفر الشروط وتنتفي شنو؟ الموانع. ولو كفر الحاكم وتوفرت فيه الشروط بتاعت التكفير وانتفت عنه موانع التكفير المتفق عليها بين جميع الفقهاء وجميع العلماء من النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والتابعين إلى يومنا ده برضو لو كفر طلع برا مرة واحدة ما بيجوز الخروج عليه إلا بإعداد العدة. الدليل قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. لأنه ده بقى جهاد ما بقى مجرد شنو يا جماعة خروج جهاد عديل كده جهاد كفار ومسلمين بقى جهاد والجهاد ذاته عنده شروط بعد ذلك. فالدين ده ما ساكت يا جماعة الدين ما ساكت. طيب قال الأسلوب وما الأسلوب جزاه الله خير قال متابع ونسأل ربنا سبحانه وتعالى يوفقك ويوفق الجميع لكن قال كلمة يا خطأ لابد نبينها. قال مثلا قال في الأسلوب لو واحد خشى وسب الله عديل لكن ممكن يكون جاهل ممكن يكون كذا مش كذا. السب لله أو للنبي عليه الصلاة والسلام ما فيه جهل لأنه لو هو كان جاهل بالله سب ليه هو زول سباك إنت أو سب أبوك معناته شنو معناته بيعرفك ولا كيف يا جماعة. هو لو ما بيعرفك معناته ما سباك سب زول تاني. لو سباك إنت ده معناته عينك معناته شنو بيعرفك. فزول السب العلماء قالوا ما فيه جهل أصلا ولا يعذر الإنسان فيه بتأويل ولا بجهل ولا بهذه الأشياء عرفتها. إنما يعذر بالإغلاق إذا كان أغلق شنو يا جماعة عقله أو كان أصلا قال كلام ما سب. لكن لو سب عديل كلام سب ده ما بيعذر بجهل. قال العلماء لأن السب ناشئ عن عداوة اللي بيسبك بعاديك إما من بدري أو هسه حصلت له مشكلة معاك عاداك الآن جا كده سباك الآن. فالسب ناشئ عن شنو يا جماعة ناشئ عن عداوة فده ما فيه شنو يا أخونا جهل. مسألة الأسلوب لينة صح ربنا قال فقولا له قولا لينة. الشيخ الفوزان كده قبل ما نجي للأسلوب قال لنا فائدة ويرد على الأخوان المسلمين والخوارج قال لفرعون قولا له وهنا قال ائتيا فرعون امشوا له يعني ما تعمل مظاهرة من بعيد لفرعون ذاته امش له قول له وانصحه وده في ورد على جماعة دارين يخرجوا بس يخرجوا ويوم يا أخي لا قادرين نصل البيت حرق لساتك في اللفة والآن حرق ما أعرف شواويل فحم في مدغينة يا ناس ما موضوع يا أخي ولا ده حل المواضيع دي. الحل 2 1 حل ديني يعني الشر والاثنين الشرع أمر بهم. واحد يا ناس أصلحوا علاقتكم مع الله بس ربنا بيصلح ليكم معاشكم واقتصادكم واكلكم وشرابكم كله بيصلح. 2 الدنيا دي ذاتها طوروا فيها والناس اللي بيبدعوا فيها يبدعوا والمهندسين يسووا والغير يسووا عرفتها. عمروا الدنيا ما تقعد زول قد عاطل كده يقول لا 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 سويني كنز ما بيجيك. اسعى واشتغل وابتكر والدين بيأمر بالكلام ده ربنا قال فامشوا في مناكبها يا اخ ده السعي وابتكر في الدنيا وابتدع بدل ما الناس يبتدعوا في الدين لا الليلة بيعملوا مولد هسه وروني استفيدنا شنو
في الدين ما في مولد طبعا عشان ما تقول لي من ناحية الدين. استفدنا شنو من ناحية الدنيا؟ استفدت شنو من ناحية الدين؟ ما في فائدة، ما في غير زنا. واحدة كتبت قالت والله دخلت المولد واحد عمل لي شنو ما بعرفه قرصني من وين. يا ناس زي داسة، زي داسة نبقى في كلام زي ده؟ ده ما ده باطل كله. والصوفية المولد ده بقى لهم مكان بتاع أكل يا أخي وبتاع حاجات تانية، عرفتها؟ بس عشان كده ما بيخلوا أصلا، ما بيخلوا وبيكذبوا فيه كمان. الدد ده جابوه قال أنا، قال المولد حلال ولا حرام؟ طبعا في التلفزيون لو قال حلال السلفيين بنجموا، لو قال حرام الصوفية ما بيخلوا. قال يعمل له هنا وسط. قال أنا مع رأي جمهور الفقهاء. شنو الفقهاء قال؟ شنو قال؟ قال والله زي ده. قال الفقهاء، قال الجمهور، قال جمهور الفقهاء قالوا ممكن يعني يقرأ السيرة ويعمل يحتفل، لكن بس ما يجي باختلاط، كله باطل يا أخي. هو إنه عنه الفقهاء الأوائل إنه زول يقرأ كتاب السيرة يوم المولد. زمان زمان في الأول ما كان في اختلاط وحريم ورجال، هو زمان الكفار قبل الإسلام، عرفته؟ لما ربنا بعد ذاك ربنا جاء الإسلام ونزل قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية. أنت عارف تبرج الجاهلية الأولى كان شنو؟ بعضهم قال المرأة كان مقفلة تب منغبة من فوق مقفلة، لكن تصير جزء من نحرها. وبعضهم قالوا كان مقفلة لكن تصير جزء من ضفيرة من ضفائر شعرها، عرفتها؟ وبعضهم يعني حاجات بسيطة بالمقارنة مع الحاجات الليلة. هسه ده تبرج شنو؟ عرفتها؟ فده كان أحسن حالا والله في مجال العفة والطهارة. عشان كده قالت له أو تزني الحرة يا رسول الله؟ دي جات من الشرك يا دوب أسلمت. لما نزلت آيات وفيها مبايعة المؤمنات على عدم الزنا وعدم السرقة وعدم الشرك إلى آخر، قالت أو تزني الحرة يا رسول الله؟ في الشرك ما جابت حرة بتزني. هلا الزنا في المولد يقول لك ده حبا في النبي، تبا ليكم يا صوفية. المهم فقولا له قولا لينا صحيح. طيب ربنا قال وإني لأظنك يا فرعون مثبورة، يعني مسحور، يعني مجنون، يعني ملعون. دي شدة ولا لين؟ شدة. ولينا دي لين. إذن الدين فيه لين وفيه شنو يا جماعة؟ يا أخي الدين فيه جهاد، والجهاد ده فيه ضبح. تعال قول لي ده لين. الجهاد ده فيه قتل عديل. أها ده كيف؟ ومن الدين ولا ما من الدين؟ مش من الدين. والجهاد وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروة سنام الإسلام. والجهاد ده قتل عديل. يعني بعدين لما نقابل الكفار والكافر جاب بسلاحه والمسلم بسلاحه والمسلم ضرب الكافر نزله وداريط عنه تشخ، تقول لا لا لينا لينا، ده الجهاد يا أخو، ده من الدين وذروة سنام الإسلام. يبقى جماعة الإسلام ده فيه لين صح وفيه شدة صح، والجماعة اللي بنظره معليش انا ما اخونا ده دار يستفيد يعني، لكن في جماعه بينظروا واغلبهم قاعدين برا بالمناسبه. وين المهم برا؟ عرفته؟ واحد تلقى ضارب وسمح كده وجضومه زي الاستيكر ويلمع، عرفته؟ يجي يقول لك لا براحه يا اخي، ما بس الشباب ده ما تطعنوا شديد يا اخي. هنا في ناس بيسبوا الله يا اخي، ما تطعنوا شديد كيف يا اخي؟ في البلد دي في ناس قالوا نحن الله ذاته، زي ما قال محمود محمد طه قال الله هو الانسان الكامل. ده كيف يعني؟ اقول له شو يعني؟ عرفته؟ وفي البلد دي في شيوعيين، في شيوعيين بيقولوا في الجامعة دي واحد يرفع كراهه زي الكلب شر يبول. ما شفتهم في المعرض بتاع الخمور بتاع التحالف بتاع الشيوعيين؟ كان معاهم بعصيين وطرنقة حزب أمة وغيرهم، واحد رفع كراهه والله زي الكلب بار في نص شارع المين ده. هذا تقول لينا لينا كيف يعني؟ يا ناس خلونا يا أخي، في ناس هنا ده في البلد دي والله أجرم من أبي لهب ذاته وأجرم من أبي جهل. زي البرعي ده، البرعي ده قال عن الحلاج، قال لا لا لا، قال 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 الحسين على الحسين ده ابن منصور الحلاج، ده الحلاج الزنديق الكبير البرعي، قال الكلام ده البرعي بلسانه ونظم شعر بيده. قال كتبوا بيده، قال الحسين على معبودكم، انتم بتعبدوا منو؟ على معبودكم قدمي وضعته. البرعي قال يا له من عارف كاسي. تاتا لما نرد عليه وبعدين لينا، احنا قاعدين لينا ذاته، احنا ما حصل جبنا من شارنا، شارنا واحد منهم يا ناس. احنا قاعدين نقول الكلام ده باطل، والكفر بنقول كفر كما قال الله، والشرك كما قال رسول الله بنقول ده شرك. وينه ما لينا؟ وينه كده ورونا ذاته؟ احنا ذاتنا دارين تعريف للين وما لين.
ونقسم النازل لينين وغير لينين، دارين الموضوع ده ذاته ينضبط. فرصة مفتوحة.